شنو هي الاضافه اللي ممكن تضيف كمرشح للحزب الاستقلال؟ ولا اضافه، الاضافه نتمنى ان تكون الاضافه راه هي كاينه حاليا. ملي يكون واحد الحوار، واحد التنافس، والراي والراي الاخر ما تيكونش غير الطريق الوحيد اللي تيؤدي لحاجه وحده، راه هذا راه هي اضافه. ما نتمناه هو انه المؤتمر يكون عرس حقيقي ديال الديمقراطيه، هذا هو الامنيه ديالنا. وباش يكون خص يكون الديمقراطيه، ويكون حتى في اللجنه التنفيذيه اللي عندنا فيها بعض المؤاخذات، ان هذه المساله ديال التعيين او التنصيب ثم المصادقه راه فيها واحد النوع من التمييز، وهذا التمييز في القانون المنظم للاحزاب السياسيه تيقول لك من شروط الانتخابات بالنسبه للاحزاب السياسيه اولا الديمقراطيه وعدم التمييز. وهنا ملي تنختاروا واحد اللائحه نتفهم، وقد نتفهم كون انه اي امين عام تيخصو واحد الاغلبيه مريحه باش يشتغل، لانه الهدف الاسمى من هذا الشيء وهو اولا تحقيق البرنامج اللي وعدنا به المواطنين، ثم اننا نكونوا عند حسن الظن ديال المواطنين في 2026 انتخابات. بمعنى ان خصها تكون عنده واحد الاغلبيه اللي تخدم معها في هذا، ولكن الاغلبيه يمكن الاخ الامين العام يقترح 15 ويخلي 15 للتباري. انا ما مرشحش للجنه التنفيذيه. هذا هو السؤال، البعض كيقول بانه انت الترشح ديالك من اجل الضغط، من اجل المساومه باش تاخذ عضويه ديالك في اللجنه التنفيذيه. لا، انا ما حطيتش سميتو الترشيح ديالي للجنه التنفيذيه والترشيح ديالي للامانه العامه باش نقول بانه يعني الديمقراطيه الداخليه ديال الحزب هي خط احمر، ما يمكن حتى شي واحد انه يمكن يتراجع على مكتسبات اللي حنا كبرنا فيها مع السي علال. بون سميتو، ولكن الافكار الكتب ديالو، ولكن كبرنا مع السي بوسته، مع السي اليزيدي، مع السي بوبكر القاضيري، مع الهاشمي الفيلالي، هذو كلهم موقعين على وثيقه الاستقلال. هاد الناس خلاو لنا واحد الرساله وواحد المسؤوليه خصنا نكونوا قدها. راه يمكنش هاد الناس يهبطوا من القبر يقول لك لا راه اللجنه التنفيذيه ولا تتحط ما بقاش. هاد الناس كانوا هما تيهبطوا وكانت تتحكم بيناتهم صناديق الاقتراع. ما يمكنش اليوم غدا غنديروا هو عطاوها واحد الشكل ديال الحزب من الاحزاب انه دار، وتا واش حنا تناخذوا القدوه من الدول العريقه في الديمقراطيه، ما تناخذوهاش من واحد الحزب اللي يلاه البارح دار. وبالتالي هذا الشيء تيخص فيه واحد التفكير، وتنتمناو ان على الاقل خذ النصف وعطي النصف، انه لانه غدا بعد غدا هذه راه مساله الامين العام، راه ما كانش قابلها في الاول واش كان الضغوطات، هذا موضوع اخر. لانه يمكن انا عندي 107 ديال المرشحين وغنختار منها 30 اوتوماتيكيا 77 انا نقصيتهم، فهمتي؟ يعني باش تكون واحد الجو ديال اللي هو ديال العمل يعني سليم، تيخص ما نقتلوش الروح ديال الديمقراطيه وديال الحق الواحد انه يترشح وانه يتقدم وانه يكون. ولكن ما كنتش بان الديمقراطيه ذبحات من اللي مشينا للتوافق. نفرض ان من تكون ديمقراطيه يكون ترشيح ويكون انتخابات مفتوحه. التوافق هو مهم، انا يعني فجميع راه داخل البرلمان كان توافق، ولكن ما يمكنش نتفق على شي حاجه اللي هي غير قانونيه. التوافق تيخص يكون على حاجه اللي هي سليمه. هذا هو. كسؤال اخير، حنا في هذا المرسم ديالك كيف ممكن نجسدوا الوضعيه ديال الحزب الاستقلال من خلال هذه الالواح اللوحات ديالك والالوان؟ شنو اللي ممكن؟ واش ممكن اللوحات اللي ممكن؟ ممكن هو انه ترسم لنا الوضعيه ديال الحزب الاستقلال في ديال المؤتمر الان. شنو الالوان؟ الوضعيه، شوف الوضعيه راه ما نقدر نرسمها، نشوفوا المؤتمر ونتمنى ان يخرج المؤتمر بانتصار لجميع الاستقلاليين وبانتصار للديمقراطيه.